دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله ال 15 من الدوري المصري. النهارده هيستقبل وزير الخارجيه علي محمد عمر القائم باعمال وزير خارجيه الصومال. بيعقد الوزيران جلسه مباحثات بتتناول ابرز تطورات الاوضاع على الساحتين الدوليه والاقليميه والقضايا ذات الاهتمام المشترك. والنهارده هتفتتح محافظه الجيزه معرض اهلا رمضان في شارع المطار بامبابه، واللي بتقيمه المحافظه بالتعاون مع الغرفه التجاريه ومديريه التموين لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائيه واللحوم والدواجن بتخفيضات بتصل ل 30%. النهارده هيتم تنظيم مسابقه العشرين لتكريم مركز دراسات الخطوط وده مدرسه محمد ابراهيم للخط العربي بمشاركه نخبه من الخبراء. قررت مدرسة محمد إبراهيم أن تحمل المسابقة لعام 2023-2024 اسم مركز دراسات الخطوط، تكريماً للدور الأكاديمي والثقافي والفني اللي قام به المركز منذ تأسيسه عام 2003 في خدمة قضايا الخط العربي. والنهاردة والعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار الجولة ال 15 من عمر المسابقة. بيلتقي طلائع الجيش مع الداخلية في تمام الساعة الرابعة، أما في الساعة السابعة فيلتقي المصري مع سموحة.